كانك عم تصور؟ اي بتعرفي انه كل هدول من عندي انا بياخذ لي اياهم بيجي بيصور وبيعمل لي مقابلات وعلى اساس شو على اساس رفيقته بدها تصور مين دخلك؟ شو مين خطيبتي؟ خطيبته كروما هي ما بتعرفش يعني كروما؟ مرحبا اهلا كيفك؟ خير الحمد لله تعرفيني عنا؟ آمنة آمنة شاطرة بقصص المكياج؟ هيك يعني هون معي مكياج تمام؟ إذا بتعرفي يعني كم وحدة منهم رح تربحي معي جائزة شاطرة؟ بس أنت مبين ما بتحطي مكياج ما كثير بتحبيهم لا يلا أحلى بتعرفي شو هاد؟ ملقط رموش مكبس رموش مكبس رموش بتعرفي شي ثاني؟ هلا بما إنه نحن بعدنا بالرموش بتعرفي شو هاد؟ إيه تبع رموش كمان هذا بيمشوا في الشعر كمان طيب آمنة بتعرفي شو هاد؟ حمرة حمرة؟ حمرة طيب وهاد؟ شو يا استاذ يزن يا بزنس مان؟ كأنك عم تصور؟ إيه؟ نحن عم نصور يعني وإذا عم بتصوروا؟ معي ضيفة بس تحت على القليلة لنخلص هاي دخلت شو دخلت؟ مين خطيبتي؟ خطيبته بضل مع النسوان يا أختي بضل مع النسوان آمنة بس ضل لي آمنة رح خلص ونروح بناكل آمنة قربي بالله شوي رح خلص انتي قاعد تتعب بس بالفيديو آمنة هيك بتعرفي شو؟ ايه تبعيت خطوط شعر الخطوط طيب هلا لشوف هاي اذا انتي ممكن تعرفي بس افتحها فيك تفتحي اذا بدك جربيها كمان جربية إذا عم مشان الحواجب صح كل شيء بتعرفي إنه كل هدول من عندي أنا بياخذ لي إياهم بيجي بيصور وبيعمل لي مقابلات وعلى أساس شو على أساس رفيقته بدها تصور بس سبحان الله يا ما شاء الله ما قدرت تطلع هي أنا طلعت عنا آمنة بتعرفي شو هاد لا تقاطعينا ملقط حواجب ملقط حواجب؟ صح هلا ضل معي شغلة واحدة بس شوف أنت ممكن تعرفيها هذا شو آمنة؟ هي شرطة جفن شو؟ سو فيها ال... أنا بساعدك أنا بساعدك هي بلاندر هي بيبي بلاندر آمنة أنت من وين؟ الحسكة شرفنا أنتو كانوا بالحسكة ما بحطوا مكياج؟ لا مبلا بس أنا ما بحبهم جمالة طبيعي رباني أختي عم بقى أختا؟ وات؟ آمنة آمنة لا ترخصين هي كثير غليظة أنا عم حاول استفزك كثير رايح آمنة قربي شوي قربي آمنة شو رأيك فيها الشمر؟ بعدين أنا كملت لك الله على سلامة أنت شنو كروما هاي؟ ما بتعرفش يعني كروما؟ كروما هاي اللي بيحطوها وقت بدهم يصوروا بيحطوا شيء أخضر وراهم مشان يضطروا يقصوا ما أنا مشان أطلع مخفية على الكاميرا بدك يعني تختفي على الكاميرا شو استفدنا إذا رح يضل كرشك؟ موديل قربي آمنة لا تواخذينا لا مش تمام احنا كثير تشرفنا فيكي آمنة انت تحسن معنا هي الجائزة في مشكلة إذا نعرضها؟ عادي شكرا عفوا باي باي ميرسي آمنة